السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة شوات ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم بريوش من مر أو بريوش رخامي، كيجي رائع في المنظر وأيضا في المذاق. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. إلى عجبكم الفيديو بارتاجي ووضع لايك ديما من القناة. شكرا للمتابعة. المكونات: عندنا 450 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال الحليب السائل، جوج معالق كبار من الزبدة مذابة، جوج معالق كبار من بودرة الكاكاو المر، ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، 70 غرام ديال السكر سنيدة، عندنا قشرة ديال الليمونة حامضة والملح بحسب الذوق. اول شيء كنضيف النشا على الحليب. الحليب تقريبا يعادل جوج ديال الكؤوس ديال العنبه، ما عامرينش غير مملوئين. كنمزج المكونات مع بعض، كنوضعها فوق النار حتى كتحصل على خليط كثيف كما كتلاحظوا، بحال اللي غنحضروا كريم باتيسير. كنستمروا في التحريك فوق النار حتى كنحصلوا على خليط كثيف. كنضيف ليه الزبدة المذابة مع تحريك دائما المتواصل باش كتنسجم لينا الزبدة مع الخليط ديال الحليب والنشا. ضروري ما نخلي الخليط كيدفى. غادي نضيف ليه الملح، من بعد كنضيف السكر، كنحرك باش كتذوب سنيدة. ضروري ما نخليو الخليط كيدفى، عاد نضيفو الخميرة ديال الخبز باش ما كتفقدش المفعول ديالها. نتاكدوا انه دفى، ما بقاش لينا هذاك الخليط سخون. كنضيف الخميره ديال الخبز وكنحرك باش كتذوب. من الافضل نستعملوا الخميره حبيبات الجافه الا كانت من الافضل. كنحرك العناصر حتى كتذوب كلها مع بعض. نبدا كنضيف الطحين شويه بشويه، انا ما غاديش نقيسو بيدي في المرحله الاولى كما كتلاحظوا، خلطته غير بسباتيلا. هاد المرحله غادي نكملوها ونخليو العجين كيخمر حتى كيضاعف الحجم ديالو تقريبا ما بين 25 حتى 30 دقيقه تقريبا. كنمزج المكونات مع بعض باضافه الطحين كما كتلاحظوا، كيبدا كيتماسك لينا. كنشكر الاخت مريم صاحبه قناه مالح وحلو على الوصفه، يعني ذكرتني بها، والوصفه انا كنت شايفاها من قبل في موقع اجنبي، وتقريبا نفس المقادير اللي نزلت الاخت مريم، غير انا يعني تغيير بسيط فقط في المكونات، ما كاينش اختلاف كبير. كنغطي العجين وكنخليه كيختمر. العجين اختمر تقريبا بعد مرور 25 حتى 30 دقيقة كما كتلاحظوا، كيضاعف الحجم ديال الخليط. غادي نخرج منه الهواء، يعني بين قوسين في هذه المرحلة هذه. إلى لاحظتوا أن العجين شوية مرخوف، لبأس أنكم تدلكوه بشوية ديال الطحين. بالنسبة لي ما غاديش نستعمل الطحين، غادي نبقى كندلك فيه حتى كنحصل على عجينة اللي كتكون متماسكة ورطبة. هذا هو سر نجاح أي بريوش، كيكون عجين رطب. يعني كنأكد يمكن لكم دلكوه بالقليل من الطحين باش كتماسك لكم العجينة، في حالة كانت كتلصق لكم بزاف. كنقسم العجين من نصف، ضروري ما يكونوا قسمين متساويين. قسم غادي نضيف ليه قشرة ديال ليمونة حامضة، وكنخلط المكونات مع بعض حتى كتنسجم. الوصفة كتجي يعني رائعة وممتازة، يعني في المنظر ولا في المذاق. أيضا كندلك العجين حتى كتنسجم قشرة ديال الحامض مع العجين. كنضيف القسم الثاني، ضروري ما نضيفو ليه الكاكاو، وباش غير نضيفو الكاكاو خصنا
نحصلوا على عجين ديال الكاكاو، كنضيفوا القليل من الحليب على بودرة الكاكاو اللي عندنا في المكونات. الحليب كيبقى حسب اللي غادي يجي منا بودرة الكاكاو. كنحصلوا على عجينة ديال الكاكاو كما كتلاحظوا، غادي نقص منها شوية تقريبا مقدار ملعقة كبيرة، وهذاك المتبقي ديال الكاكاو غادي نضيف ليه القسم ديال العجين اللي ما ضفت ليه حتى حاجة، اللي يبقى عادي. كنستمر في الدلك ديال العجين حتى كتنسجم مع هذيك العجين ديال الكاكاو. الا ضفنا الكاكاو يعني بودر غادي يضيف لينا يقصح لينا العجينه، داكشي علاش كنضيفوا ليه الحليب باش كيكون ارطب. كندلكها حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه ومنسجمات مع العجين ديال الكاكاو. بدورها هاد العجين غادي نقسمها ايضا من نصف، كنتأكد انها من نصف. قسم غادي نخليه عادي، قسم غادي نضيف ليه هذاك الكميه ديال الكاكاو اللي نقصت بالاول، باش كنحصل على واحد اللون اللي كيكون غامق على القسم الاخر. كندلكها مزيان باش كتنسجم مع هذيك العجينه. كنحصل على عجينة في حالة لصقات لكم رشوا بالقليل من الطحين. كما لاحظتوا كنحصلوا على ثلاثة ديال الأشكال، قسم يعني لون خفيف، وقسم غامق، وقسم اللي بالعجين الأبيض. غادي نغطيه وكنخليه يخمر، ضروري ما يخمر في هذه المرحلة أيضا تقريبا 15 حتى 20 دقيقة تقريبا، غادي يبان لكم الحجم ديال العجين كيتضاعف. ناخذ القسم الأبيض نحاول نخرج منه الهواء، نقسمه لكريات متساوية، كل قسم غادي نقسمه على سبعة ديال الكريات كما لاحظتوا اقسام متساويه. ناخذ القسم الاول اللي كيكون اللون ديالو خفيف من بودره الكاكاو، نشكلو حرابل. كنشكلو حرابل اللي كتكون متساويه، وبالنسبه للعجين اللي من بودره الكاكاو اللي كيكون لون غامق هذاك غادي نبسطوه بالدلاك، ما غاديش نشكلوه حرابل. كل قسم كنلبسوه يعني قسم من العجين من لون اخر. ناخذ القسم اللي باللون الغامق من بودرة الكاكاو كنبسطو بشكل طولي. كما لاحظتوا العجين رائع يعني ممتاز، يعني كنشكلوه كما بغينا. بسط بشكل طولي كما كتلاحظوا، وكنوضع الحربل الاول وكنغطي العجين، ضروري ما نغطي مزيان غير بواسطه الاصابع. كنضغط على العجين وغادي نشكلو ايضا قضيب او حربل كما لاحظتوا، نفس الطريقه لباقي الكريات. دائما اللي ببودره الكاكاو الغامق غادي نبسطها بالدلاك نعطيها شكل طولي، وكنوضع القضيب ديال عجين بودرة الكاكاو اللي كيكون لون فاتح، وغادي نلبسو العجين ونفس الطريقة لباقي الكريات كما كتلاحظوا. طريقة جد سهلة ومبسطة، ما كاين حتى صعوبة. ناخذ القسم من العجين الأبيض غادي نبسطو أيضا بالمدلك، نحاول أيضا نعطيه شكل طولي كما لاحظتوا. أنا كنجبدو غير بيدي، العجين ما كيتقطعش نهائيا، ضروري ما تحترموا لان العجين يكون رطب ويبقى يخمر المره الاولى والمره الثانيه ايضا. كنوضع القضيب اللي لفيت فيه العجين الاول وغادي نغطيه بنفس الطريقه غير بواسطه الاصابع. كنغلق العجين من بعد راه غادي نحربلو باش نحصل على واحد الحربه اللي كيكون رقيق. هذاك هو الشكل المحصل عليه. غادي نبرم العجين ونفس الطريقه الباقي كما كتلاحظوا، يعني طريقه سهله ومبسطه، ونتمنى انني نكون قدمت الشرح الوافي لكم، يعني كل شيء واضح في الفيديو ما كاين حتى صعوبه. كنبسطو بشكل طولي العجين الابيض، وغادي نوضعو القضيب اللي وضعنا فيه قسمين ديال العجين من بودره الكاكاو، كنغلقو غير بواسطة الأصابع
كنستمروا بنفس الطريقة، طريقة سهلة وواضحة. كنوضع العجين اللي ببودرة الكاكاو وكنغلق. كنبرمها باش كنحصل على واحد الحربل اللي كيكون رقيق ما يبقاش غليظ. كنحتاج هو المول مستطيل مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين. كنبسط الحرابل، يعني كنبرمهم ماشي كنبسطهم، كنبرمهم باش يكونوا رقاق. الا كان عندكم المول طويل او بغيتوا تحصلوا على كميه كثيره من العجين، كتبسطوه او كتحربلوه بهذا الشكل وكتقسموه من النصف وكتوضعوه باشكال واحد فوق واحد. انا فضلت نخليهم هكاك كل قضيب بوحدو، كنبرمو حتى كنحصل على شكل رقيق وكنوضعو في القالب اللي مدهون من قبل بالزبده ومرشوش بالطحين. كنوضع يعني بشكل مخالف للطبقه الاولى باش كتعطيني هذيك الزخرفه في الاخير. غادي نوضعهم كلهم وكنخليه كيخمر، ضروري ما تخليه يخمر مره اخرى، كنأكد هذه المساله حتى كيتضاعف الحجم ديالو. البريوش بعد ما خمر كتحطوا الاصبع ديالكم كيطلع صافي، تعرفوا انه خمر. كندهن بالحليب السائل، هذه ممكن تستغناو عليها، ممكن ما تدهنوش نهائيا، ولكن انا فضلت انني ندهنو بالحليب ونوزع عليه رقائق اللوز. هادشي كيبقى اختياري ماشي بالضروره تستعملوه. ممكن في هاد الاثناء بعد تكملوا كتغطيو المول بواحد اللاطا باش ما كيتنفخش، دخلتو الفران اللي كيكون سخون من قبل حتى كيتحمر وكينضج كما كتلاحظوا الشكل ديالو. غادي نقلبو الجهه الاخرى، كيجي رطب ورائع. هذا هو الشكل بعد ما قطعت كما كتلاحظوا، يعني بريوش يعني رطب مازال سخون في هذه اللحظه. وكنقدمو بالصحة والراحة، يعني مرافق لأي صوص شوكولا أو شوكولا دهن نوتيلا لكم الاختيار. هادشي كيبقى اختياري بالنسبة ليا. خليتو حتى برد تماما ورشيت سكر ناعم اللي هو سكر كلاصي وضعت خطوط من الشوكولا وقطعته وكنقدمو بالصحة والراحة. إلى عجبكم الفيديو بارطاجي انضمام للقناة وشكرا للمتابعة.